معانا خبير العلاقات الدولية الأستاذ ماك شرقاوي. أستاذ ماك، مساء الخير وأهلا بيك. أهلا بيك، مساء الخير وأهلا بضيفك الكريم وبجمهورك الكريم. مساء النور، أهلا وسهلا، ويا ريت تقول لنا ما هو الجديد فيما يخص صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن. هو أعتقد أن أول يعني تصريح طلع به طبيب الرئيس دونالد ترامب أن بدأ العلاج بالأجسام المضادة، اعتقد ان الفريق الطبي راى ان يكون العلاج في المستشفى، يمكن تكون يعني الامكانيات في المستشفى العسكري اكثر من امكانيات المستشفى الخاص بالرئيس في البيت الابيض. واعلن ايضا البيت الابيض ان الرئيس سوف يمارس مهامه من خلال المستشفى، يمكن بالتاكيد نقل مركز قياده العمليات متنقل مع الرئيس دونالد ترامب في اي مكان هو موجود فيه. فاعتقد ان يعني الحاله لا تنجم على يعني خطوره في حاله الرئيس، لان الفريق المعالج راى ان الامكانيات في المستشفى ممكن ان تكون اكبر لرعايه الرئيس والاستمرار في عمليه الحقن بالاجسام المضاده للوصول الى نتائج يعني سريعه للرئيس. ولكن برضه في تصريح طلع من ساعتين ان الرئيس يشعر بالاجهاد ولكن حالته النفسيه مرتفعه. فبالتأكيد التصريحات لا تتضارب، ولكن نقله إلى المستشفى لا يعني أبدا على أن هناك خطر يحدق بصحة الرئيس. طيب قولنا عن ردود الأفعال أستاذ ماك، يعني النهاردة منذ الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ما هي ردود الأفعال عندكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتاكيد ردود افعال متباينه في الولايات المتحده الامريكيه. يمكن ان يكون هناك قدر كبير من التعاطف من الشعب الامريكي مع الرئيس دونالد ترامب بعد اصابته بفيروس كورونا. هناك بالتاكيد يعني تصريحات من الجانب الاخر من الديمقراطيين، البعض منها كان ايجابي وجيد زي تصريح السيد جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الديمقراطي بانه تمنى الشفاء العاجل للرئيس. على الجانب الاخر السيده نانسي بيلوسي قالت لقد شربت من الكاس الذي شرب منه الامريكان، فاعتقد كان فيها شماته من السيده نانسي بيلوسي، ونحن عارفين بالتاكيد الصراع الطويل طبعا ما بينها وبين الرئيس دونالد ترامب. صحيح. هناك تصريحات اخرى غير مسؤوله من يعني بعض الديمقراطيين من النواب الديمقراطيين ان الرئيس دونالد ترامب افتعل يعني هذا الموقف حتى يحصل على العطف من الامريكان وان يغطي على ما خرج على الاعلام في الفتره الاخيره من لهذه الدرجه، يعني في راي بيذهب للاكستريم زي ما بيقولوا او للراي المعاكس تماما. ما هو بالتاكيد بس سوف يندم من يتخذ هذه النظريات المؤامره، سوف يعاقبه كثيرا وعقاب مؤلم الشعب الامريكي. لان بالتاكيد يعني اللعب بمشاعر الامريكان في هذا المنحى بالذات بالتاكيد لن يكون بالنفع ابدا على الجانب الديمقراطي. لا يمكن ابدا ان نتحدث عن حاله مرض ممكن ان تؤدي في حاله من الحالات القصوى الى الوفاه يعني بهذه يعني البساطه، وان يكون هناك تلاعب بمشاعر الامريكان ان الرئيس يفتعل مثل هذا الامر. اعتقد انها نظريه مؤامره يعني سخيفة وبعيدة تماما عن التفكير لمجرد التفكير فيها، لأن لن يطلق الرئيس دونالد ترامب الرصاص على قدميه، لأن هو يعني هناك إدانة له من عدم استخدامه إلى الماسك وعدم استخدامه إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. هل بدأ فعلا المعارضين له أو من يؤيدون المنافس له، هل بدأوا بالفعل يعني اللعب على هذه النغمة أو تكرار هذه النغمة أنه لم يكن ملتزما، أنه لم يكن متبعا للإجراءات الاحترازية، هل بدأ الحديث عن ذلك؟ بالتأكيد بدأ الحديث عن هذا الأمر، وأيضا تسارع باضطراد كمان نسب الوفيات بالذات، يعني من امبارح للنهارده تقريبا احنا داخلين في 1500 1600 حاله وفاه من فيروس كورونا، في يوم امس 48000 حاله جديده، النهارده تقريبا لغايه دلوقتي تقريبا 35000 حاله جديده، يعني وصلنا الى يعني 7 ملايين وتقريبا 300000 يعني من المصابين. بالتاكيد يعني هو كارت هيلعب بيه الديمقراطيين في الفتره القادمه، لان من المرجح لو وصلت الارقام تتصاعد بهذا الافتراض ممكن ان نصل 400000 حاله وفاه قبل نهايه العام، ودي تبقى كارثه بالتالي. فيعني الكل يعني يمارس كل الضغوط الانتخابيه وكل الكروت التي يستطيع اللعب بها، ولكن هناك
بعض الخيوط لو لعبت بيها ممكن ان ترتد اليك مره اخرى، بيقولوا عليها بالامريكاني it will bite back. اعتقد ان يجب ان يكون الديمقراطيين اكثر حرصا قبل ما يتلفظوا بهذه التصريحات اللي ممكن تعود عليهم بالخساره، ومش بس هيخسروا بقى البيت الابيض، كمان ممكن يخسروا مجلس النواب، فتصبح الكارثه ثلاثيه. في هذا الوقت القصير يعني طبعا جدا قبل اجراء الانتخابات، احنا في الوقت الضائع يعني هو شهر بالتمام والكمال يعني حتى يتم اجراء هذه الانتخابات، تقول لنا السيناريوهات الاخرى المتوقعه اذا لم تتحسن صحه الرئيس الامريكي او اذا حدث تدهور في الحاله. هقول لك حاجه، عشان يحصل التدهور اللي انت قصدك عليه لازم ان يكون الرئيس غير قادر على الوعي، يعني فقد الوعي تماما، في غيبوبة، أصبح غير قادر على الكلام، غير قادر على السمع، يعني كل هذه فقد حواس تمنعه من إدارة شؤون البلاد. هنا يتحقق بقى وهو ليس بأمر مستبعد، وهو ليس بأمر مستبعد في ما يخص كورونا، اللي هو ليس اللي هي يعني لا أحد يعلم من سيصاب بها بأي شكل. بالتأكيد، وهو لو تم وضعه على جهاز الفنتليتر خلاص أصبح غير قادر على ممارسه مهامه. فلو اصبح غير قادر على ممارسه مهامه بيتم تحليف نائب الرئيس الامريكي السيد مايك بينس رئيس الولايات المتحده الامريكيه لبقيه الفتره، يعني ال 30 يوم اللي باقيين يبقى هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه، وبالتاكيد سوف يتم تصعيده انتخابيا للترشح المرشح الرئاسي الى الحزب الجمهوري، ويختار نائب رئيس معه على التذكره الانتخابيه. ده سيناريو. السيناريو الثاني ان مايك بينس كان موجود معاهم الثلاثه، ممكن يكون كمان جاله كورونا هو راخر، وارد جدا ان يكون الكشف في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم سلبي، ويبقى بعد كده ليه خامس يوم ايجابي، وارد طبعا. فاذا اصيب مايك بينس ايضا وهو كبير في السن ايضا، ممكن ايضا ان يعني يفقد صلاحيته الاداره. هنا يتم تحديث نمره ثلاثه في الترتيب، وهي السيده نانسي بلوسي السبيكر اوف ذا هاوس، رئيسه مجلس النواب، رئيسا للولايات المتحده الامريكيه لبقيه الفتره برضه. في الوقت ده هيسمح الى الحزب الجمهوري ان هو يختار مرشح رئاسي جديد حتى بعد المواعيد. ده سؤال مهم، هل كل ده خلال هذا الشهر ولا من الممكن ان ترجع بقى الانتخابات او يتم خلينا نقول مد مدتها يعني او اضافه وقت بالنسبه للانتخابات؟ اعتقد يعني برضه هقول لك لفظ عامي شويه، دستوريا يعني هل يحدث ذلك ام لا، وخصوصا احنا في وضع غير مسبوق، يعني لم يكن هناك في التاريخ الحديث يعني بانديميك او هناك سوابق وهناك اجراءات دستوريه. كويس. يوم 20 يناير 2021 سوف يحلف شخص ما رئيس الولايات المتحده الامريكيه. تمام. اذا يكون هناك رئيس منتخب يتم تحليف نانسي بولوسي برضه رئيسا مؤقتا للولايات المتحده الامريكيه لحين انتخاب رئيس او الى حل المعضله. القضاء ممكن يتدخل لو تساوت الاصوات او كانت نسبه بسيطه في الاصوات وطعن احد المرشحين على الانتخابات، يتدخل القضاء الامريكي من خلال المحكمه العليا الامريكيه. تمام. وفي غضون اسابيع بيتم الانتهاء زي ما حصل في فلوريدا في اما كسب بوش امام الجور، الجور اللي كان كسبان لكن المحكمة العليا نصبت الرئيس فيما يخص أصوات فلوريدا تحديدا. صحيح، بالضبط يا فندم، فيما يخص أصوات فلوريدا. صحيح. لكن يوم 20 لازم يكون في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس منتخب أو رئيس مؤقت إلى أن يتم انتخاب رئيس. فانتهت الفترة الرئاسية، انتهت الفترة الرئاسية بنهاية يوم 19، انتهت فترة الرئيس دونالد ترامب الأولى. إذا عيد انتخابه يتم تنصيبه مرة أخرى بحفل تنصيب جديد وبحلف يمين جديد أمام قاضي المحكمة العليا الدستورية، أمام يعني في واشنطن، في إجراءات دستورية. لن يتم تأجيل الانتخابات. هل يتم تأخير إعلان النتيجة؟ وارد. إحنا ماشيين في نظام تم وضعه سنة في 1800 في القرن ال 18 وهو نظام الإلكترو كوليدج، اللي بيقول ان اعلان النتيجه يتم بعد 30 يوم من الانتخاب، يعني يوم 3 نوفمبر تنتهي الانتخابات، يوم 30 يتم اعلان النتيجه. ليه؟ لان كانت الوسيله للانتقال هي الخيول، وكانت الولايات متباعده، كانت 12 ولايه فقط الاتحاد في هذا الوقت. فالتنقل بياخذ وقتا. لغايه يعني النهارده احنا لغايه النهارده ماشيين بنفس القانون على فكره، يعني الانتخابات بتخلص يوم 3 نوفمبر ويتم الانتظار 30 يوم لاعلانها حتى بعد كل هذا التقدم التكنولوجي. فممكن ان يتم التاخير وفقا للانتخاب بالبريد، وارد،
لكن هيتم التأخير أسابيع في الكثير شهر. إحنا عندنا 80 يوم من يوم 3 نوفمبر ليوم 20 يناير سنة 2021 يتم فيهم اختيار الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تأجيل مش هيحصل، أي سيناريو آخر مش هيحصل، لأن الدستور واضح جدا في هذه تمام. لا يمكن أن يمتد بيوم واحد بعد فترة تبقى. طيب، طوال الفترة القادمة كان هناك طبعا حملات انتخابية، وكان هناك من المفترض يعني بعض الجولات أن تتم أو أن تجرى. هل هنا السوشيال ميديا هيكون ليها دور؟ يعني إحنا في عصر السوشيال ميديا، وبالتالي والوقت ضيق، الوقت هو شهر، فهل السوشيال ميديا هنا ممكن نقول أن هي ستساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا الوضع يعني بيكون مختلف لما بيكون اللقاء مباشر؟ والله ممكن يكون رئيس دونالد ترامب يحتاج لمساعده امير قطر وعزمي بشاره في الموضوع ده عشان يساعدوه في الاذرع الاعلاميه القذره، ولكن اعتقد بالتاكيد ان السوشيال ميديا هيكون لها دور كبير جدا في الموضوع ده. ولا تنسي ابدا ان كان لها دور كبير في نجاح رئيس دونالد ترامب. يعني اما نيجي نرجع بقى في التاريخ في 2016، اما حصل 78 مليون معلومه لامريكان راحت الى يعني روسيا، وروسيا دعمت رئيس دونالد ترامب بهذه المعلومات، وحدد فين الاماكن اللي نروح فيها، في الولايات بعينها، في مدن بعينها، في كاونتيز بعينها، في شوارع بعينها، حتى يستهدف الجمهوريين المواليين له. وبالتاكيد نجح في هذا الامر، ونجح باكتساح. يعني 306 ديليجيت، وهو كان مفترض يحصل على 270 ديليجيت عشان يفوز برئاسه الولايات المتحده الامريكيه، فكسب هيلاري كلينتون في المجمع الانتخابي باكتساح. اعتقد ان السوشيال ميديا قويه جدا، اعتقد ان هناك من يدعم بالتاكيد الرئيس دونالد ترامب، وهناك من يدعم ايضا السيد جو بايدن. طبعا يعني الصين بتدعم جو بايدن، وروسيا بتدعم الرئيس دونالد ترامب، وده واضح ومعلن خلاص. واصبح الامور النهارده ان انت لا تستطيعي ان توقفي يعني 2 مليار واحد موجودين في الفيسبوك، 2 مليار بني ادم، يعني واحد على ثلاثه من سكان الارض كلهم في الفيسبوك، فبالتاكيد لها دور، ودور غير عادي. ولكن انا اعتقد انها هتصب في مصلحه الرئيس دونالد ترامب، لان الشعب الامريكي شعب عاطفي، وبدا يشعر بالتعاطف مع الرئيس دونالد ترامب لاصابته بفيروس كورونا. وطبعا الجميع في الولايات المتحده الامريكيه يصلوا الان الى سرعه شفاء الرئيس، حتى وان كان هناك عداوه. عند العداوه في المرض في الولايات المتحده الامريكيه يتناسى الكثير العداوات، ويتحدوا على الوقوف الى جانب المريض حتى يشفى. تمام. اعتقد انها ممكن تكون ربط ضاره نافعه لرئيس. وهذا رايي يعني من الاراء، رايي بيقول انه من الممكن ان تؤثر سلبا، ورايي طبعا زي ما كان بيقول استاذ ماك انه لان هناك ايضا يعني تعاطف كبير مع الرئيس الامريكي بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا المستجد. انا بشكرك شكرا جزيلا، خبير العلاقات الدوليه من واشنطن الاستاذ ماك شرقاوي، شكرا جزيلا لحضرتك.